انت دلوقتي بقيت عن التحليل ودخلت دلوقتي مسكت لجنه الكوره عايزين برضو في انجاز كده ان احنا لجنه التخطيط اللي هي في النادي الاهلي ان احنا آه. وقتنا على وشك وعندنا لسه حاجات كتيره قوي يعني ايه وظائف لجنه التخطيط في النادي الاهلي كل ما يخص كره القدم هو من اختصاص لجنه التخطيط بسرعه زي ايه وايه وايه من الفريق الاول للناشئين نعم يعني انت يعني ايه لجنه التخطيط يعني الـ الـ دي افكار انك انت جيت شفت وضع الوضع ده في اخطاء يبقى انت بتحط هدف محدد وتبدا تشتغل على الهدف ده انك انت سواء انك انت بتغير الاجهزه الفنيه او انك انت بتغير في التركيبه بتاعه الفريق او انك انت بتستخدم خبره من الخارج عشان يصلحوا حاجه لجنه التخطيط بتعمل على اكتمال العمليه التدريبيه عشان يطلع لك منتج كويس من الاكاديميه للمدرسه للناشئين للفريق الاول ده الربط، الأول كان الهدف من الأكاديمية هو ربح مادي، دلوقتي عندنا إحنا طورنا الفكرة إنه لا مش ربح مادي بس إحنا عايزين كمان ربح بشري، إنه يطلع من الأكاديمية دي يخش على مدرسة الكورة. طيب، لجنة التخطيط وظائفها إنك أنت اللي ممكن تتكلم إن تجيب مدير فني معين بمواصفات، وأنت اللي ممكن تختار اللاعبين، والصلة اللي بينك إيه وبين مدير الكرة في اللي أو أو أنت اللينك بتاعك مع مين؟ اولا يعني انت مالكش تدخل مباشر مباشر ليه لان بتدي النادي الاهلي بالذات بدي صلاحيات كامله للجهاز الفني أيوة. هو اللي بيختار اللعيبه بيختار الطريقه هو كذا هو كذا وكذا انت وده اللي انا قلته لما قعدت مع مع فايلر او مع موسيماني بيتعرفوا بنفسي انا فلان الفلاني انا كذا كذا لا. كذا انا كذا 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 انا عندي فكره عن كل المشاكل اللي عندك لا. لو انت ما انتش لاقي اجابه لاي سؤال تعال اسالني هتلاقي الاجابه م. لو انت عندك مشكله وبتبحث عن حل تعال اسالني وانا هقول لك يعني عني. ما تقدرش تروح للمدير الفني داير كده تقول له اعمل كذا كذا لا كذا بيحصل. كذا يحصل لا ما تقدرش تقول له تقدرش لكن تقوله. ممكن تتساءل يبقى في تنسيق لازم يكون في مشرف على في مشرف كوره لابد ان هو يكون موجود ولابد الحوار يكون من خلال مشرف الكوره مع وجود المدير الفني عندك ملاحظات بتسال مش بتوجه تعليمات لا. ما ينفعش انك انت تقول للمدرب اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا لكن ممكن تقول له ليه ليه كذا ليه كذا ليه ده قاعد ليه ده ما بيلعبش ليه ده اللياقه بتاعته ليه الفريق هو يقول لك بقى يبرر بقى وهو يديني الاجوبه لكن انا ما ينفعش ان انا اقول للمدرب اعمل كذا 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 مش اختصاصي ومش شغل